دكتور عبد الرحمن، سقف التوقعات ارتفع إلى أفاق كبيرة بأن العالم العربي وجد شريكا قويا في عملية التنمية تمثل في الصين، وهذا أصبح جلي بعد أول قمة بتجمع ما بين القوتين، القوة العربية والقوة الصينية. هذا الكلام صحيح إذا نظرنا له بمفهومه العام، هذا يقينا القوة العربية المزدهرة الناشئة ذات الاقتصاد القوي ذات الاستقرار السياسي هو محور ريس. الصين تبحث عن إيجاد فرص اقتصادية، وأيضا العالم العربي هو يبحث أيضا عن عمق للاستثمارات، فهنالك تبادلات اقتصادية بالدرجة الأولى. هذه التبادلات الاقتصادية التي خرجت الآن وصار لها 3 اتفاقيات كانت عبارة عن استشراف لمستقبل، الآن أصبح واقع. هذه القمم التي حدثت ما بين المملكة العربية السعودية والصين، دول الخليج والصين، الدول العربية والصين، الآن ليس هنالك قطبا واحدا متحكما باستثمارات أو متحكما بالتغير الرئيسي، هنالك أصبحت الأقطاب أخرى صحيح. تستطيع أن تلعب دور رئيسي، وأبرز هذه المتغيرات هو الوطن العربي اللي أصبح مساهم رئيسي فيها. نجد على سبيل المثال لو استعرضنا هذا الجانب، كان المحور الثقافي أيضا له دور في الجانب الاقتصادي، ولكن في بداية الأمر كان المحور أو الاتجاه إلى الجانب الاقتصادي بالدرجة الأولى، وأنه الصين تبحث عن فرص، العالم العربي يبحث عن فرص، الفرص أصبحت متبادلة، أصبح هناك تعاون، انسجام، تفاهم على أرضية مشتركة اقتصادية نتج عنها خروج جانب ثقافي في الصين. الصين أرادت أن تعرض ثقافتها، ولا أحد ينكر بأي حال من الأحوال أن الصين ثقافياً هي بلد عريق في هذا الجانب، ما أحد ينكر إمبراطوريات صينية قامت وانتفت وغيرها كثير، والآن هي تعرض ثقافتها من خلال كلمة الرئيس الصيني حينما قال أننا نسعى إلى مدارس وجامعات صينية في المنطقة العربية، 300 جامعة ومدرسة، أيوة، سنكون فيها، يعني نوجد دراسة اللغة الصينية صحيح. في هذا الجانب، هذا معناه أنه جانب ثقافي ولكنه معتمد بأساسه على شراكة استراتيجية أصبحت صادقة حقيقة في هذا الجانب. بلا هل تراها بالتالي أعمق من الشراكات العربية الأخرى؟ الأمين العام للجامعة العربية قال بأن المبادرة أو التعاون الصيني هو حديث، التفكير فيه بدأ من 2018 من 4 سنوات فقط وتعطل بسبب كورونا إلى أن عقدت القمم في هذه الأيام في صحيح. الرياض، ولكن هناك شراكات سابقة، الشراكة العربية الأمريكية، الشراكة العربية الأوروبية، الشراكة العربية اليابانية، ولكن العربية الصينية في أول اجتماع وأول قمة سبقت هذه التحالفات العربية مع الأطراف الأخرى. هي بالتأكيد، شوف، الصين بلد جيد يحاول الاستثمار. الصين في الستينيات وفي بداية السبعينيات حتى إلى بداية الثمانينيات كانت دولة تعتبر بالمعيار الدولي من الدول الفقيرة جدا مقارنة بكثافة السكان لديهم، ولكن خلال التسعينيات قفزت بشكل كبير إلى هذا الجانب. بماذا قفزت؟ قفزت لأنها بحثت عن الفرص الاستثمارية لها فدخلت معها. عندنا في السعودية هي بدأت العلاقات بشكل رئيسي في الثمانينيات أو على التسعينيات في نهاية القرن، وجدت فرص، استغلت هذه الفرص أو استثمرتها إذا صح التعبير في هذا الجانب. دول الخليج والوطن العربي بمفهومه استطاع أن يوجد منافذ له من خلال الصين. حينما رحبت الصين وانفتحت على العالم، هي للمعلومية لم تنفتح على العربي وحدهم، هي انفتحت على العالم كله، ولكن كان من يعني مبادرات الجانب العربي أنه وجد فرص استثمارية في الصين في داخل المجتمع الصيني، ثم قابله أيضا استثمارات متبادلة. هذه الاستثمارات المتبادلة صنعت خلال 30 عام صنعت ثقة عالية جدا. نحن نعرف أن هنالك بعض الدول الكثيرة أنها عقدت صفات، وإنك ضربت أمثلة أنت عليها، أنها عقدت اتفاقيات اقتصادية صحيح. استثمارية، ولكنها لم ترى النجاح والازدهار بالمفهوم الذي رأيت في هذه القمم الثلاث.